معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي. حيدر، نطلع منك أكثر على تفاصيل ما تم نقاشه خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إلى بغداد ولقائها مع رئيس الحكومة العراقية. نعم، لقاءات رئيسة الوزراء الإيطالية لم تقتصر على رئيس الوزراء وإنما شملت الرئاسات الثلاث، وهذه خطوة جديدة ومهمة من قبل الجانب الإيطالي بالانفتاح على الرئاسات العراقية الثلاث، خصوصا إذا ما علمنا بأن الرئاسات الثلاث تمثل هرم السلطة في البلاد، وبالتالي هذا الأمر سينسحب على بناء علاقات جديدة كما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية مع العراق. واضح أن روما تبحث عن علاقة جديدة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاستثمارية، وحتى في مجال التعاون العسكري. المعلوم أن الشركات الإيطالية لديها تواجد في العراق خصوصا، وأن الشركات الإيطالية تقوم بعمليات حماية سد الموصل وعمليات الحقن لإدامة هذا السد منذ عام 2000 أو قبل عام 2014، قبل دخول تنظيم داعش إلى محافظة نينوى وحتى يومنا هذا. وبالتالي الجانب الإيطالي يريد أن يستثمر وجود حكومة جديدة وفتح علاقات جديدة فيما يتعلق بالاستثمار ودخول الشركات الإيطالية ومسألة النفط ومسألة أيضا حتى الغاز الذي تعاني منه أوروبا في هذه الفترة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، على اعتبار أن الغاز، أن العراق لديه القدرة على توريد الغاز إلى أوروبا في أي وقت يمكن أو يمكن أن يتم استثمار هذا الغاز المصاحب الذي يحرق في الجو يوميا في العديد من المدن العراقية. وبالتالي هذه هي أهم الخطوط العريضة التي دارت حولها مباحثات رئيسة الوزراء الإيطالية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومع رئيس الجمهورية ومع رئيس البرلمان. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي.